حياكم الله من جديد. ببيانات وزارة الصحة السعودية المتواصلة حول حالات التسمم، تأكيد على شفافية الوزارة ونجاح متحدثها وفريقه في طمأنة الناس، وأيضا وضع المعلومات الصحيحة في إطارها الصحيح وقطع أي طريق للشائعات. للحديث حول هذا الموضوع يستضيف معي الأستاذ محمد السنان، الكاتب المهتم بالشأن الصحي. خليني أبدأ معك أستاذ محمد. يمكن البيان الأخير اللي صدر من وزارة الصحة في حادث التسمم، طبعا بدءا من التغريدة الأولى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة وصولا إلى هذا البيان، كيف تقيم الشفافية اللي تعمل فيها وزارة الصحة؟ هو شيء، خلينا نبدأ من الأخير، من البيان الأخير. البيان الأخير احتوى على أركان جدا مهمة. ما الذي حدث؟ القصة الحقيقية. ما الذي تم فعله للتعامل مع هذا الحدث؟ ما النتيجة التي وصلنا لها، اللي هو عدد الحالات اللي تعافت، عدد الحالات اللي أخرجت، الحالة اللي توفت رحمة الله عليه. الرسالة الرابعة اللي هي ما الذي يجب أن نفعله الآن. وزارة الصحة كانت جدا واضحة ومتسلسلة في الموضوع بشكل شفاف جدا. اليوم احنا في زمن لا تستطيع أن تخبئ المعلومة، المعلومة تطلع بالسوشيال ميديا في كل مكان. فالتصرف الصحيح ليس محاولة إخفاء المعلومة، ولكن محاولة إيصال المعلومة الحقيقية. عادة لما تكثر الشائعات في ظل عدم وجود الحقيقة، صح. لكن لما يطلع صاحب الشأن ويوضح بالأرقام القصة، لا يترك أي مجال للتفسيرات أو الروايات اللي تكون مغلوطة أو مبالغ فيها. وشفنا هذا الشيء في السوشيال ميديا ينتشر بشكل كبير. تصرف وزارة الصحة كان سريع حكيم جدا، أيضا توجيه واضح في الرسالة في نهاية البيان، أنه لا تأخذ المعلومة إلا من مصادرها الرسمية. لا تأخذ معلومة أو أي ممكن شيء يترتب عليه أفعال أخرى إلا من مصدر رسمي. الموضوع اليوم أنه حالة تسمم صارت، وهذا شيء ممكن الحدوث، ولكن أوضحت وزارة الصحة بشكل مطمئن جدا أن حالات التسمم كلها من مصدر واحد، تم إغلاقها، تم التعامل مع الحالة. إيه، لأنه الناس كانت تتساءل أنه التسمم باقي ولا راح. نعم. موجود، تم التعامل بشكل صارم، تم اتخاذ إجراءات صارمة سواء من وزارة الصحة والجهات أيضا زي البلديات وغيرها. تم إغلاقها، تم التعامل مع المواد أيضا المشكوك في أنها هي كانت سبب التسمم، جاري البحث والتقصي بشكل أكبر لمعرفة سبب التسمم أو الأسباب الحقيقية وراء هذا التسمم. هل هي كانت في المستوردات؟ هل هي كانت في طريقة التحضير؟ هل هي كانت في المصنع؟ ما تبين إلى الآن. إلى الآن أتوقع أن هي جاري وتعلن الجهات الرسمية في وقتها. الرسالة المهمة اللي لازم توصل للمجتمع، تطمن. وزارة الصحة، البلديات، الجهات الرقابية، هيئة الغذاء والدواء، جميع الجهات الحكومية تعمل برقابة عالية وبمعايير عالية لضمان سلامة المستهلك. اليوم نشهد موجة بسيطة من العزوف عن المطاعم وترى ردة فعل طبيعية، يعني ردة فعل طبيعية، لكن لا نجعل القلق يقتلنا قبل ما يقتلنا التسمم. ترى الناس من القلق هي حتمرض، من الخوف هي حتمرض. لا تخاف، لا تقلق. هناك جهات حكومية قائمة بدورها، تعاملها بشكل ناجح مع هذه الأزمة واحتوائها بشكل سريع كان خير دليل على وجود مأمونية جدا كبيرة. بالعكس، حدوث خطأ يخليني أطمن أكثر أنه الآن في انتباه أنه هذا الخطأ ما يتكرر. في دروس مستفادة رح نستفيد، ففي دروس رح نعدل منها. والآن في رقابة أعلى وفي حذر أكبر من منتجين الأغذية والشركات الغذائية والمطاعم، أنها تحافظ على سمعتها بشكل كبير، وأنها تحافظ على مكانتها في السوق، وتحافظ على أيضا صحة المستهلك. فالرسالة اليوم لا تقلق، ولكن تطمن، ولا تخلي القلق يقتل قبل ما يقتلك التسمم. لا شك. طبعا احنا بس نعيد الأرقام، في 50 شخص
تأكد تشخيص حالتهم بالتسمم الغذائي الوشيجي، وبعدين 43 من الحالات عافت وخرجت من المستشفى بالسلامة، 11 حالة منومة بالأجنحة، 20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة. نعزي ذوي المتوفى رحمه الله، نتمنى لهم الصبر والسلوى. لكن أنا بأسألك أستاذ محمد، ممكن احنا كنا نتناقش قبل الهواء، اليوم فيما لا قدر الله لا قدر الله شخص اصاب، يعني اصيب بحاله من التسمم وشك انه هذا التسمم نتيجه غذاء، مو بشرط داخل المملكه، داخل خارج المملكه باي مكان، وش اول خطوه اسويها؟ طبعا انا ما اقدر اعطيكها من ناحيه طبيه، اتركها للمختصين، لكن انا اقول لك اليوم وزاره الصحه شكلت خط ساخن 937 استشارات الطبية، مجرد لا تتهاون، شفت أن عليك بعض الأعراض اللي مثلا الترجيع، الاستفراغ، ألم شديد في المعدة، تواصل واستشير الطبيب المختص، بيدلك هل الموضوع يستدعي مراجعة الطوارئ أو لا يستدعي الراحة. فلا تحكم. للأسف اليوم هو للأسف الحسن حظ، حسن حظ عندنا داتا، معلومات كثيرة موجودة في السوشيال ميديا، في المواقع الموثوقة وغيرها، لكن سوء الحظ أنه في ناس تقرأ وتكتفي وتحس أن هي قادرة على التشخيص وقادرة على وصف العلاج وقادرة على معالجة نفسها بنفسها، وهذا الشيء خاطئ. اقرأ ولكن ارجع للمختصين. يعني القراءة مفيدة أنها تعطيك ثقافة، ممكن أنت تشوف بعض الأعراض عليك تشك في حاجة معينة خطيرة، اتصل على مختص واستشيرة، لا تشخص نفسك وتروح تأخذ أدوية أو تروح للطوارئ مباشرة، اتصل على 937 استشير. المختصين موجودين، وهذه الخدمة جدا من الخدمات الراقية السريعة اللي وفرتها وزارة الصحة. لو شكيت أن الموضوع خلاص وصلت إلى مرحلة حرجة، اتصل مباشرة على 997 اللي هو الهلال الأحمر. طبعا انا اعرف انه ممنوع موضوع التقصي الوبائي هو موضوع مشترك بين وزاره الصحه وبين الوقايه، لكن خلينا نفهم اليوم يعني وشلون جاء التنبيه هذا للصحه لما طلع المتحدث، وش الاليه اللي تحوكمت فيها العمليه هذه؟ طبعا انا ما اقدر ادخل في الاليات نفسها، ولكن خلينا نكون واضحين انه موجوده انظمه الان للرصد الوبائي، موجود غرفه تحكم للصحه العامه في وزاره الصحه، اتوقع ايضا البلديات عندها شيء مشابه. عند رصد حالات في الطوارئ، حالات التسمم وبعض الحالات الوبائيه يتم ادخالها في نظام موحد للمستشفيات، فتصل إلى فتصل لمركز قيادة التحكم، مركز قيادة التحكم لما يرصد عدد محدد يشتغل هنا في ألارم هنا أن في مشكلة، فيبتدي التقصي الوبائي، أنت من وين أكلت، أنت من وين كنت، أنت في أي مدينة، فلما تيجي كل هالحالات مدينة الرياض، وأعتقد أنهم كانوا في نفس المحيط الجغرافي أيضا، بناء على هذا الشيء يتضح أنه في مطعم أو في مكان مصدر لهذا التفشي الوبائي. مع أسئلة المرضى مع التقصي نصل إلى مركز، زي ما وصلوا إلى المصدر في ساعات قليلة وصلوا إلى المصدر. موجود اليوم أنظمة تقصي وبائي كبيرة جدا وضخمة، ويعني بآليات جدا متطورة في وزارة الصحة، عندنا غرف قيادة وتحكم في وزارة الصحة مختلفة، سواء للصحة العامة، سواء للطوارئ، سواء للأزمات والكوارث، موجودة غرف هذه الغرف ومزودة بأنظمة آلية للرصد. يعني حتى ما يكون الرصد بشكل يدوي. أي النظام يرصد، النظام يعطي تنبيه، المستشفيات فقط تدخل هذه البيانات. فحالات التسمم تعتبر أحد حالات التفشيات الوبائية، وتم التعامل معها بنجاح. أنا أعتبرها قصة ناجحة. نعم نتأسف على الشخص اللي توفى رحمة الله عليه، وعلى نتمنى العافية للأشخاص اللي لا زالوا منومين في العناية المركزة في المستشفيات، ولكن بالعدد هذا نعتبر أنه تم احتواء الأزمة بأقل خسائر ممكن. لا شك أنه كل هذه الجهود هدفها الأول هو سلامة صحة الإنسان. أشكرك لكل هذه الإيضاحات الأستاذ محمد السنان، الكاتب والمهتم بالشأن الصحي.